استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء استعرض سموهما جملة من الموضوعات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني ومنها تعزيز النشاط السياحي والارتقاء به ليشكل قيمة مضافة، حيث أكد سموهما سعي الحكومة لتدشين المزيد من المشروعات التي تعزز الركائز القوية لصناعة سياحة متنوعة المصادر. وشدد سموهما على أن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة نحو نهضة السياحة تستهدف مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والتراثية لتكون رافدا من روافد تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين. إلى ذلك فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات ذات الصلة ببيئة العمل وخطة تطويرها، حيث أكد سموهما استمرار الحكومة في برامجها الهادفة للارتقاء ببيئة العمل سواء للمواطن أو المقيم وتعزيزها بالأنظمة التي تتماشى مع المعايير الدولية وتوفر للعمالة الأجنبية الحماية والضمانات لتكون أيضا محفزة أكثر ورافدا للنشاط الاستثماري.